بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش يدبر الأمر. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ثم استوى على العرش يدبر الأمر. ما من شفيع إلا ذلكم الله ربكم فاعبدوه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه. أفلا تذكرون. أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.
الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق. ما خلق الله ذلك إلا بالحق. يفصل الآيات لقوم يعلمون. يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. تجري من تحت فيهم الأنهار في جنات النعيم. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس
الناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا وإذا
وتتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا فقد لبثت فيكم عمرا من قبل فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون أفلا تعقلون فمن أظلم ممن ترى على الله كذبا أو كذب بآياته فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض
سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من
كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله وجاءهم الموت دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا يا أيها الناس إنما بغيكم على إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون ما السماء فاختلط به نبات الأرض إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها فاختلط به نبات الأرض مما يأكل والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا أتاها أمرنا ليلا
جعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يدعو للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ولا يرهق وجوههم قتر أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما كأنما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم
وكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. وكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم هنالك تدعو كل نفس ما أسلفت هنالك تدعو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وَرَبُّ اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده
قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع فما لكم كيف تحكمون فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وما كان هذا القرآن أن يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم ودعوا من استطعتم من
دون الله إن كنتم صادقين ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فانظر كيف كان ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ربك أعلم بالمفسدين وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون أفأنت تسمع الصم ومنهم من ينظر إليك ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون أفأنت تهدي العمي ولو كانوا الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم الناس شيئا
يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قد خسر الذين كذبوا بلقاء بعض الذي نعدهم أو نتوفينك أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون أو متوفى فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو ثم إذا ما وقع آمنتم به أذن
تستعجلون الذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ثم إن للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما ويستنبئونك أحق هو ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وإليه ترجعون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء ما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وشفاء لما في
بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ولا تعملون من عمل إلا كنا وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا إن العزة لله جميعا هو السميع العليم هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض ألا وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم سلطان بهذا إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون أتقولون على الله ما لا تعلمون
إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي. إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله. إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. فأجمعوا أمركم وشركاءكم. وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. فأجمعوا أمركم وشركاءكم. فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا فما سألتكم من أجر. فإن توليتم فما سألتكم من أجر.
إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا
قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم قال موسى سحر هذا ولا يفلح الساحرون أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض قالوا أجئتنا لتلفتنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا قال لهم موسى ألقوا ما قال موسى ما جئتم به السحر فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنوا فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون
فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان
سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات. ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى حتى جاءهم العلم. ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل. فإن كنت في شك مما
فاسأل فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ولو جاءتهم كل حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض
قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا معكم من المنتظرين قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله قل يا أيها الناس تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تدع من فإنك إذا من الظالمين فإن فعلت فإنك إذا من
يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين.